كويس. لو عندك الايرون قليل هسه هير فول مهما عملنا فيش نتيجه. والثايرويد برضه بستعمل هير دراير، لازم يكون مش هوت قوي ولازم يكون بعيد شويه ومش سخن قوي. اوكي. الحاجه اللي بعد كده لو انا استعمل اويل او كريم او جل، كل الحاجات دي مش حابه خالص، لكن لو هنستعملها لازم تستعملها على التيرمينالز مش على السكالب، ولازم ننام 10 ساعات كفايه. لو ما نمش كفايه لازم يحصل هير فول. والحاجه الثالثه الاستريس، دول يعني هنعملها ازاي؟ يعني دايما بقول لكل الناس كلنا عندنا ستريس، لكن ازاي بنتعامل مع الستريس؟ الهيلثي لايف ستايل، لازم نكون بناكل اكل صحي،